حجاب واحدة ست يبقى نصيبي ذل وذل برغم الكفاح والتعب لنا في الخير مشكورة ولا أنا معذورة لو الحق الويقى ينقلب لكن كلمة الله نصفتني وشجعتني لما قست ألاف الأسماء اسمي فيها انكتب لكن كلمة الله نصفتني خايفة؟ وانتي؟ حاجتي انا كمان خايفة. طب هنعمل ايه لما يقول لنا انكم عصيتوا امري؟ عصيتوا؟ ده مش بعيد يموتنا. هو احنا عصيناه؟ ما بخافش، انا ما بيهمنيش الراجل ده ابدا. راجل ده فرعون. شفتي شفتي اديكي كنت هتقعي لما بس جبت سيرته. يا بنتي انا ركبي تعبان، هناخد زماننا وزمان غيرنا. ما هو مش بعيد ياخد الزمن اللي فاضل في عمرنا. انتي ندمانه على اللي عملناه؟ لا ابدا. يعني انتي مش ندمانه انك عصيتي كلام فرعون مصر؟ كلام فرعون؟ ونروح احنا فين من ربنا؟ فرعون مصر كان عايزنا نبقى قتله زيه. قال نقتل الولاد اللي هيديهم لنا ربنا. طب ازاي احنا نعمل كده؟ الشرير اللي ما يعرفش ربنا يقول الكلمه وما يهمهوش تتنفذ ازاي. بس ربنا شايف وعارف عمايله، وهو ربنا اللي خلانا ما نسمعش كلام فرعون. عندك حق. استني يا اختي لما اخد نفسي شويه. على مهلك يا حبيبتي. هو صحيح حرس فرعون قال لنا لازم نيجي بسرعه، لكن على مهلك. بقول لك ايه يا شفر، انتي فكرتي هنقول ايه لفرعون لما يسالنا احنا ليه كسرنا كلامه؟ لما فكرتش ومش عارفة أحاول إيه، حتى ما فكرتش في الحكاية دي وأنا بولد الستات. كل اللي فكرت فيه وأنا بشوف الولد بين إيديا بقول دي عطية ربنا، وبنسى كلام فرعون واللي قاله. تيجي نقول له إن إحنا ما تخافيش قدام فرعون هتلاقي كلام ربنا مالي في أمك. صحيح. ما تخافيش، تيجي هتشوفي. هيصدقنا؟ احنا بيتين صحيح وغلابة وعبيد احنا وشعبنا، وهو فرعون مصر، بس ربنا معانا وفي قلوبنا وحتشوف. صحيح يا شفر، ربنا فوق الكل، ربنا فوق فرعون. بقول لك ايه، يلا بينا على فرعون. يلا بينا. أهلا فيكم في حلقة جديدة، واليوم رح نحكي عن سيدتين شجاعتين. هدول السيدتين كانوا عايشين في زمن مش سهل أبداً. هذا الزمن كان فيه فرعون هو القائد، وهدول السيدتين كانوا موجودين في مصر وكانوا من شعب الرب اللي كانوا في مصر.
هدول السيدتين كان عملهم قابلتين، يعني بيولدوا النساء، بيساعدوا النساء في أثناء الولادة. وفي يوم من الأيام إجاهم أمر من قصر فرعون بأنهم يروحوا يقابلوه، وراحوا القابلتين فعلاً يشوفوا فرعون. وهناك أمرهم فرعون بأنهم يقتلوا كل طفل ذكر بينولد لشعب الرب. وهم من بطريقهم طالعين من القصر صابتهم حيرة كتير كبيرة، إيش بدنا نعمل؟ على مين بدنا نرد؟ نسمع كلام فرعون حتى ما يقتلنا؟ أو نطيع الرب اللي أمرنا إنه ما نقتل؟ وضلوا في حيرة، ولكن في نهاية الأمر أخذوا قرار، وهذا القرار كان قرار بكل شجاعة وبكل قوة، وهاي القوة أكيد مستمدة من الرب. هذا القرار اللي أخذوه إنهم يحيوا جميع الأطفال، بالرغم من معرفتهم لقديش فرعون كان قائد متسلط وقوي وكان ما بيخاف من أي حدا وكان ممكن إنه يقتلهم، ولكن رغم ذلك أخذوا هالقرار وكملوا فيه. وبعد هيك شاف فرعون إنه الشعب عم بتكاثر وعم بتوالد لازال، واستغرب واستدعى هدول القابلتين لعنده، ولكن هم من قالوا له إنه النساء العبرانيات هم من نساء قويات بيقدروا يولدوا لحالهم، فمشان هيك إحنا ما عم نقدر نقتل أي طفل. ورجعوا القابلتين من قصر فرعون وكلهم انتصار وكلهم قوة، بينهم أطاعوا الإله الحي وما أغضبوا. وهذه القصة قصة كتير عظيمة بتعلمنا إحنا كسيدات نكون في منتهى الشجاعة حتى في أحلك وأصعب الظروف، لأنه الرب عنده للموت مخارج. إحنا كسيدات بتواجهنا كتير إشياء صعبة، يمكن ظروف في عملنا، يمكن المدير تبعنا، المديرة تبعتنا، يمكن بنطلب منا أشياء نعملها ضد مبادئنا، ضد الكتاب المقدس، عكس الكلام اللي بيحكي لنا إياه الرب. منساوم؟ منفكر نرضي الناس ونترك الرب؟ أو إنه نأخذ القرار بكل شجاعة زي ما أخذوه هدول السيدتين بأنهم يرضوا الرب في حياتهم وأنهم يكملوا، والرب أكرمهم وأعطاهم عمر، والرب ما سمح لفرعون أنه يمسهم أبداً. وهيك إحنا في حياتنا بدنا نتعلم أنه نمشي في الطريق الصحيح حتى لو كان طويل، حتى لو كان صعب، حتى لو كان بده مواجهة. خلينا نواجه، خلينا نبني إيماننا صح، خلينا فعلاً في كل وقت نفكر إنه نرضي الرب وما نرضي الناس. إحنا كسيدات، كفتيات، في أشغالنا، في جامعاتنا، في دراستنا، في معاهدنا، في أي مكان منكون موجودين فيه، خلينا نعكس صورة الرب، خلينا نعكس الصورة اللي بنكون فيها عم نطيعه في كل ظرف في حياتنا وفي كل شيء كبير وصغير في حياتنا. وأنا أثق إنه الرب رح يكرمنا ورح يكافئنا حسب أمانته هو. أنا بصلي لأجل كل سيدة فينا، لأجل كل فتاة، لأجل كل واحدة فينا، إنها تكون عندها الشجاعة إنها دائما تطيع الرب وبعدين الناس التانيين، لأنه هذه هي الأولوية في حياتنا. الرب يبارككم.